أكد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة ممثل جلالة الملك للأعمال الخيرية وشؤون الشباب رئيس المجلس الأعلى للشباب والرياضة أن مملكة البحرين وفق رؤية جلالة الملك المفدى حفظه الله ورعاه أصبحت مركزا إقليميا للعديد من الشركات العالمية وبيئة خصبة تفضيلية للشركات العالمية. جاء ذلك خلال الزيارة التي قام بها سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة إلى شركة أمازون ويب سيرفيس بحضور سعادة السيد أيمن بن توفيق المؤيد وزير شؤون الشباب والرياضة، وحيث التقى سموه مع السيدة تيريزا كارلسون نائبة الرئيس ومسؤولة القطاع العام العالمي في شركة أمازون ويب سيرفيس، والسيد ماكس بيترسون نائب الرئيس للمبيعات الدولية للقطاع العام في الشركة وعدد من مسؤولي الشركة. أوضح سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة أن الجهود المبذولة من لدن سمو رئيس الوزراء وسمو ولي العهد ساهمت في تقدم وتطور المملكة لاستقطاب كبرى الشركات العالمية المتخصصة، وأصبحت المملكة مركزا إقليميا للعديد من الشركات. أشار سموه إلى حرص البحرين على الإسهام بالمشاركة الفاعلة في الجهود الدولية في هذا المجال بما يحافظ على القيم الحضارية التي تؤمن بها مملكة البحرين من انفتاح وتعايش واحترام متبادل، بما يعزز جهود التنمية الشاملة التي عملت المملكة على تطوير مساراتها وتلبية متطلباتها في ظل الجهود الكبيرة التي يبذلها صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد الخليفة ولي العهد، والتي يأتي ضمن جهود تحقيق تعزيز البيئة الداعمة للنمو والاستثمارات المحلية والدولية. أشاد سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة بالمكتب الجديد لشركة أمازون الذي يضم العديد من الأقسام المتنوعة التي ستساهم بزيادة عملية النمو الشاملة في الجانب الاقتصادي، متمنيا سموه كل التوفيق والنجاح لكافة مسؤولي الشركة. من جانبه قدمت تيريزا كارلسون جزيل شكرها وتقديرها إلى سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة على هذه الزيارة وحرص سموه على تقديم كامل الدعم للشركة، مشيرة إلى أن مملكة البحرين مركزا إقليميا في الشرق الأوسط والتي تساهم بتحقيق العديد من الأهداف التي وضعتها الشركة. خلال الزيارة تابع سمو الشيخ ناصر بن حمد الخليفة عددا من المقاطع المصورة والتي تحكي قصة انطلاق افتتاح المكتب الجديد في مملكة البحرين والمشاريع التي قدمتها الشركة في الفترة الماضية وعدد من الأهداف التي تأمل بتحقيقها في الفترة القادمة. هذا وستقوم أمازون ويب سيرفيس بافتتاح مراكز بيانات في الشرق الأوسط في البحرين هذا العام، وستتكون منطقة أمازون ويب سيرفيس الشرق الأوسط بمملكة البحرين من 3 مواقع لتوافر الخدمات.